الآن إلى الأخ أمين النمر، وهو ناشط سياسي وباحث من شبه الجزيرة العربية ومختص بالشأن السعودي، وهو مقيم في بريطانيا، وسوف يتحدث عن قضية احتجاز السعودية للجثامين. يعني هنا مشكلة، يعني في احتجاز للبشر وهم أحياء، ويوجد كمان احتجاز للجثث. سوف يتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر الأخ أمين نمر. تفضل الأخ أمين. شكرا لك أخ زاهر، شاكر لك على التقديم، وشكرا على الدعوة كذلك. السلام عليكم جميعا. تقول المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق. والشهيد عبد الله الحامد يقول: الكرامة أغلى من النفط. والشهيد الشيخ نمر النمر يقول: كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض. وتكررت كلمة كرامة في خطابات الشهيد النمر كثير، وأذكر مثالين من عريضته، عريضة العزة والكرامة، واللي أرسلها في 2007 لأمير المنطقة الشرقية. في الفقرة 21 طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي الفقرة 23 طالب بعدم التعامل مع كل القضايا بشكل أمني، لأن أكثرها ما له علاقة بالجانب الأمني، فالتعامل بشكل أمني يسبب مشاكل وأزمات ما كانت لتصير. الاعتقالات اللي نشوفها لكل ناشط وناشطة في المجتمع ما هو إلا دليل على أن الكيان السعودي ما يسمع زين وما يتعلم الدرس. فلو ما اعتقل وقتل وظلم وحرم وبالمختصر انتهك، لا أنا ولا غيري يتكلم اليوم في هذا المؤتمر. واللي يهمني موضوع عشرات الجثامين المصادرة، ومنها جثمان بن عمي الشهيد الشيخ نمر. تهتم الثقافات والحضارات والديانات، ومنها الدين الإسلامي، اهتمام كبير بأحكام ودفن الميت، احترام لكرامته واحترام لمشاعر أهله. ومع أن عائلة النمر قدمت نداء يطالب بتسليم جثمان ابنهم الشهيد، إلا أن المسؤولين السعوديين رفضوا وبلغوهم بأن ابنهم اندفن في مقبرة مجهولة، وهالشي صار دون معاينة الجثمان ودون إذن وإشراف عائلة الشهيد، وبغياب المعاينة ما حد يعرف من العائلة حتى اليوم وقت وتاريخ وطريقة ومكان الإعدام بالضبط. سمعنا خبر الإعدام عن طريق التلفزيون السعودي الرسمي، وما يمكن تصديق رواية الكيان السعودي دون توثيق أو شهود. وحتى لو سلمنا جدلا انه اندفن بطريقة طبيعية، فطقوس تجهيز الميت ودفنه عند الشيعة مختلفة تماما عن المذهب الوهابي الرسمي، وعليه يعد هذا انتهاك لحق ديني ومشكلة أخلاقية. منع العوائل من دفن جثامين عيالها بالطريقة اللي يشوفوها، ومنعهم حتى من وداعهم، ما هو إلا استمرار في إهانة كرامة الموتى وعدم احترام مشاعر أهاليهم. وأحب أؤكد، ما يحق لأحد مهما كان يصادر الجثامين، وحده ولي الدم له حق الدفن. فكل الأسباب اللي يقدمها الكيان السعودي ليبرر احتجازه الجثامين مرفوضة مقدما. وحسب قراءتي في القانون الدولي الإنساني العرفي، يحترم الحياة العائلية حتى في ظروف الحرب. أما في السلم، فمصادرة الجثامين في نظري ما هي إلا جريمة يرتكبها قدام العالم أجمع هذا الكيان السعودي اللي يطبق الشريعة الوهابية. وأنا أبحث، قرأت قصة من التاريخ الإسلامي لجابر بن عبد الله بن عمرو، واللي اندفن أبوه في قبر جماعي في أرض معركة أحد في المدينة، قرابة 5 كيلومترات عن بيته،
وما هدأ له بال وطاب خاطرة إلا بعد نقل جثمان أبوه لقبر لوحده في المدينة بعد 6 أشهر من الدفن. اليوم يطالب الأهالي في المنطقة الشرقية باستعادة أكثر من 90 جثمان، ومن خلال بحثي بأمانة ما شفت كيان يحتجز جثامين الموتى ويرفض تسليمها أيضا إلا الكيان الإسرائيلي والكيان السعودي. وطبعا مصادرة الجثامين شملت حتى العمالة الأجنبية، وفي حالات كثيرة ترفض السعودية إصدار شهادات وفاة للميت، وهالشي يعقد كثير من الإجراءات القانونية كالزواج من جديد مثلا. وهالكيان السعودي ما يخبر عوائل المعدومين أو حكوماتهم بمكان الدفن. في الأخير أحب التأكيد أن أهالي الشهداء المغيبين طالبوا باستعادة جثامين عيالهم، لكن تعرضوا لكثير من الضغوط، فبعضهم هرب برا البلد، وبعضهم معتقل، وبعضهم ممنوع من السفر. وفي هالظروف يتساءلوا أهالي الشهداء عن الطريقة اللي يحصلوا فيها حقهم المشروع في استعادة الجثامين. استعادة الجثامين حق، والعدل هي محاكمة من ارتكب جريمة قتلهم أساساً. شكراً لكم.